0 ماتش رائع في الشوط الاول قدام الزمالك 3-2 ومباراه في كلام كتير على الهدف الثالث ضربه الجزاء اللي احتسبت وخسر بها الفريق في الثانيه الاخيره قدام بيراميدز من اقوى واجمل العروض خصوصا الشوط الاول كنتوا متقدمين وضيعتوا اربع فرص مؤكده ان حتى قدام فاركو لما تعادلتوا 0-0 قدمتوا عرض رائع وكنتوا قريبين من الفوز. بحس انه الفرقه بادارتها ومدربها كابتن طارق مصطفى مدربين محترمين جدا نتائجها بلعبتها طبعا مش على قد امكانياتها. طبعا يعني زي ما حضرتك قلت كده كابتن شوبير احنا عملنا ماتشات قويه جدا يعني أيوة. يمكن اول اربع ماتشات عملنا ماتشات قويه جدا لكن كان بيقابلنا سوء توفيق غريب يعني. كابتن طارق بيشتغل في الملعب بشكل كويس جدا وبيتعامل مع اللعيبه كلها بشكل محترم يعني لكن في سوء توفيق غريب يعني احنا بنبقى كويسين في الماتشات وبنأدي اداء متميز يعني لكن في الاخر بتخسر ماتشات وبتتعادل يعني بتتعادل في ماتشات. بتمنى ان احنا الفتره اللي جايه ان الفرص اللي بتجيلنا وبنضيعها يعني في فرص بنضيع فرص كتيره صحيح جدا صحيح بنتمنى ان احنا في الفرص دي نحاول نترجمها يعني بشكل كويس يعني الفتره الجايه. ايمن الناس بتسال عنك انا عارف انت كنت بدايه الموسم كنت مصاب وابتعدت عن الفرقه لكن حالتك دلوقتي شكلها ايه؟ دخولك مع الفريق هيبقى امتى ان شاء الله؟ والله انا فعلا يعني في اخر فتره الاعداد كده جالي شد في ظهري قعدت فيه بتاع من 10 ل 12 يوم كده. نعم. قبل ما رجعت كان في لعيبه طبعا كانت بتتمرن وكانت موجوده بشكل مستمر ولعيبه يعني لعيبه اسماء كبيره ولعيبه كويسه جدا زي عبد الغني وزي جزار وزي سعيد وفي امير مدحت في لعيبه كويسين جدا واحمد ياسين يعني اشتغلوا كويس. انا طبعا رجعت من الاصابه كان في ناس خلاص يعني كابتن طارق استقر عليها فبداوا الموسم والموسم هم كانوا في الماتشات كويسين جدا يعني فضل ان هو يحافظ على الشكل. اتمنى طبعا الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله واحده واحده ادخل ان شاء الله. بس ايمن اشرف دايما كنت تلعب باك ليفت ساعات تلعب في وسط الملعب ساعات تلعب سيرد باك واللي انت تألقت فيه بقى سواء مع الاهلي او مع المنتخب دلوقتي هو بقيت خلاص مساك ما ينفعش ايمن يروح ناحيه الشمال او يروح في وسط الملعب؟ لا يعني انا كابتن طارق لما اتكلم معايا قال لي انا احتاجك هنا وهنا يعني كويس تبقى موجود معايا هنا وهنا في ماتشات الوديه بتاعت فتره اعداد لعبت هنا ولعبت هنا يعني والحمد لله يعني الامور كويسه يعني كان فتره اعداد عملت فتره اعداد كويسه جدا لكن الحمد لله يعني في شويه يعني النصيب ما حالفنيش ان انا اكمل فتره اعداد ابدا الدوري يعني لكن في الاخر هي بتبقى قدر يعني من عند ربنا وان شاء الله الفتره اللي جايه اكون متواجد يعني باذن الله مع نظام الدوري الجديد والمفاجات. يعني انا مثلا نسيت في المقدمه ان انا احيي فاركو والكابتن احمد خطاب الراجل ده باقل القليل الحقيقه عمل السنه اللي فاتت قعد الفريق في الدوري فيما يشبه المعجزه ودلوقتي عنده 7 نقاط كسبان اهو كمان بتروجيت النهارده ونتائجه اكثر من ممتازه واكثر من رائعه وكل التحيه لاداره فاركو للكابتن احمد خطاب. وشايف المصري متصدر الدوري كسبان زمالك وكسبان بيراميدز ومش هيلاعبهم تاني الا بقى لما لو كانوا ضمن التسعه هم كلهم يعني. فدخول المصري في المنافسه مبكرا نتائج بعض الفرق زي فاركو هل ده بيدي حافز للبنك الاهلي انه ما انت يا اما تبقى في التسعه اللي بيلعبوا على البطوله يا التسعه اللي لا يقدر بيلعبوا على الهروب من الهبوط الحوافز اللي موجوده عندكم؟ طبعا احنا كنا قبل ما القرعه تتحط واحنا بنحط حوافز نفسنا ان احنا نبقى في التسعه اللي قدام لكن احنا القرعه لما اتعملت كان عندنا من اول اربع ماتشات ثلاث فرق زمالك بيراميدز بالظبط نعم. فبالنسبه لنا الماتشات صعبه مش سهله صح. لكن احنا لسه عندنا الامل ان احنا نخش في التسعه اللي في الاول. طبعا الدوري السنه دي مختلف متكلفت. تماما زي ما بقول متكلفت طبعا يعني كل ماتش بالنسبه لك كاس بالظبط كده يعني كل ماتش بالنسبه لك لو ما خدتش 3 بونت لازم تاخد البونت ما ينفعش تخسر يعني لازم فبتمنى الفترة اللي جاية يعني ان شاء الله نشتغل على الجزئية ديت بشكل كويس. احنا خلاص يعني يعتبر خلصنا الفرق اللي هي يعني الأشد صعوبة لكن الأشد صعوبة مفيش ماتشات سهلة لا مفيش ماتشات سهلة لكن الماتشات اللي بعد كده هتبقى شوية فيها ستريس على اللعيبة لأن انت هتقابل الفرق اللي قريبين منك في المستويات
فهتبتدي شويه وانت داخل مضغوط، هيبقى معاك بنات اقل، فانت هتبقى داخل مضغوط عليهم يعني.